طيب قبل الفاصل ناخد الاول ترند للاهلي واخر الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي النهارده تحديدا او اخر 24 ساعه في السوشيال ميديا، وخلينا نبتدي بحساب بطولات على تويتر، واللي قال ان الاهلي يواجه حرس الحدود تحت شعار الحسم المبكر للقب الدوري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الاهلي باذن الله لو كسب النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى خد خطوه جديده واقترب اكتر واكتر من حسم بطوله الدوري. لكن دايما سمه اساسيه من سمات لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني الثقافه بتاعه النادي الاهلي ايه؟ ان انا باخد مباراه مباراه، ما ببصش للنقطه اللي ابعد من اللي قدامي. اللي قدامي دلوقتي مباراه حرس الحدود، اكسب المباراه دي هخش على المباراه اللي بعديها الاسماعيلي، بعدين الاتحاد، واحده واحده اكسب باذن الله احسم بطوله الدوري واخلص نفسي من ملف مهم جدا بالنسبه لي وبطوله كبيره مهمه جدا بالنسبه لي. نروح لسوبر كور وبيتكلموا على ان الفوز الكبير او مفاجاه حليم، اربع مهاريين وباجي يمنحون الاهلي الضعف زائد ثلاثة امام الحرس. يعني بصراحه العنوان فيه جانب حسابي كبير وانا في الحساب مش قد كده، فخلينا نتكلم على موضوع الفوز الكبير، وفوز هيبقى باذن الله كبير بالنسبه للنادي الاهلي كشيء وكخطوه زي ما اتكلمنا في بطوله الدوري. اما مفاجاه حليم في حاله لا قدر الله ان هو فاز، اللي هو كابتن محمد حليم طبعا مدير فني ومناسبه مدير فني كويس لفريق حرس الحدود، هتبقى مفاجاه لو فاز على النادي الاهلي، واي فريق بيفوز على النادي الاهلي طبيعي في بطوله الدوري بتبقى مفاجاه، يعني ده امر معروف. لكن اكيد ان شاء الله هنتفادى المفاجات في مباراه اليوم. لكن المهاريين وبادجي، اربع مهاريين وبادجي، ما هنا قصدهم على احمد الشيخ، جونيور اجاييه، وليد سليمان، وقفشه، وكمان قصدهم على بادجي اللي هو احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار 3-4 مباريات فاتوا بيأدي بشكل ممتاز في الحقيقه. فاكيد ان شاء الله باذن الله دول هيمنحوا النادي الاهلي القوه والاضافه اللي تخليهم يفوزوا بثلاث نقاط مع نهايه المباراه. خلينا نروح لحساب يلا كور على انستجرام، واللي بيتكلم فيه عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، وكلها بتبقى توقعات يعني واجتهادات من بعض الصحفيين بخصوص التشكيل. فخلينا نتوقع معهم او نشوف توقعهم ايه. محمد الشناوي في حراسة المرمى مفيش خلاف طبعا عليه، أربعة في خط الدفاع، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم كمساكين، عودة علي معلول بعد الإيقاف وتواجد محمد هاني، ده طبقا لتوقعات حساب يلا كورة. كمان في نص الملعب حمدي فتحي وعودة أليو ديانج كلاعب أساسي في المباراة، وقدامهم قفشة وثلاثي الأمامي أحمد الشيخ أجاييه وبادجي، ده طبقا للتوقع اللي قدام حضراتكم على الشاشة. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات الحلقة النهاردة. يلا بينا.